الرئيس هادي يشدد على سرعة إنجاز الدستور لاستكمال عملية التحول. تعز تحيي الذكرى الثالثة لمحرقة ساحة الحرية ومطالب بمحاكمة القتلة. 18,000 مسجل في اختتام عملية القيد والتسجيل للناخبين بالدائرة العاشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شدد الرئيس عبد الرب منصور هادي على سرعة إنجاز الدستور لاستكمال عملية التحول التي يتطلع إليها جميع أبناء اليمن لرسم المستقبل الواعد، مثمنا جهود اللجنة في إنجاز مهمة وضع الأسس الكفيلة ببناء اليمن الجديد. وحث الرئيس هادي لجنة صياغة الدستور على العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز هذه الوثيقة الهامة، لافتا إلى أن أنظار اليمنيين متجهة صوب اللجنة وما ستسفر عنه أعمالها من صياغة لدستور الدولة الاتحادية الجديدة التي تكفل الحقوق والحريات والمساواة والشراكة. اغتال مسلحان ملثمان يستقلان دراجة نارية العقيد سالمين العوبثاني وابنه بمنطقة الغليلة بمدينة المكلا. وقالت مصادر محلية إن أبناء المنطقة حاولوا إنقاذ العقيد العوبثاني بإسعافه إلى أحد مستشفيات مدينة المكلا، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فيها، فيما لاذ المسلحان بالفرار. تشهد مدينة عمران هدوءا نسبيا منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، حيث توقف تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة وقعت بعد منتصف ليلة أمس، حيث تصدت قوات الجيش لهجوم ميليشيات الحوثي في كل من جبل المحشاش والجنات. وللمزيد ينضم إلينا موفدنا عبر الهاتف إلى عمران الزميل فوزي المريسي. فوزي، ما هي آخر الأوضاع والأخبار في عمران؟ حياك الله أخي وليد. نعم، هناك كما أشرت في الخبر أن هدوءا نسبيا حذر يسود الأجواء هنا في محافظة عمران. صحيح أن المحافظة لم تشهد تبادل إطلاق نار بين الحوثيين وقوات الجيش منذ ساعات الصباح الأولى، على العكس تماما من الأيام الماضية، لكن هذا لا يعني أن الوضع مستقر تماما، فالتوتر يسود أجواء المحافظة خاصة في المناطق الملتهبة مثل جبل الجنات وموقع الجميمة، وكذلك هذه المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية من ليلة أمس وأسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين. طبعا هناك يعني هدوء حذر. قبل صلاة العصر سمعنا حوالي صوت انفجارين عنيفين منفصلين، يبدو كأن هذه الأصوات لقذائف هاون، وأيضا قبل قليل سمعنا إطلاق نار من اتجاه موقع جبل المرحى العسكري لكنه توقف سريعا. الأجواء حاليا يعني أجواء هادئة يسودها الحذر الشديد من كلا الطرفين، الكل يتمترس في مواقع العسكرية، الكل يحشد قواته. أكد لنا أيضا مصدر عسكري أن قوات الجيش يعني على يقظة تامة واستعداد عالي لصد أي هجوم متوقع من قبل الحوثيين. نعم فوزي، يعني هل كان هذا الهدوء الحذر كما تقول نتيجة للقاء رئيس الجمهورية أمس؟ لقاء الرئيس أمس وتصريحاته بشأن الوضع الأمني في عمران طبعا له صدى كبير في الشارع. التقينا العديد من المواطنين، أدوا
ارتياحا لهذا الموضوع، أيضا له تأثير حتى على معنويات المقاتلين في صفوف القوات المسلحة والأمن. هناك كما يبدو الطرف الآخر لقن دروس قاسية كما تشير مصادر محلية هنا، لذلك هم من أوقفوا إطلاق النار، لأن الجيش حتى اللحظة يقوم بالدفاع عن المواقع العسكرية وبالدفاع أيضا عن المحافظة وتأمين حياة الناس. الهجوم يأتي من طرف الحوثيين، وبالتالي هم حينما يوقفون الهجوم لا يكون هناك إطلاق نار من قبل قوات الجيش. الجيش هو في حالة حماية للمواطنين، وبالتالي وكما يبدو كما تقول المعطيات على الأرض هنا أن الحوثيين ربما أو لقنوا كما أشرت سابقا درسا قاسيا خلال المواجهات الماضية، فهم الآن في حالة هدوء، لكن كما يقال اليد على الزناد من الطرفين. نعم، بالنسبة لأوضاع المواطنين في مدينة عمران، كيف هي الأوضاع بالنسبة للوضع الإنساني بالنسبة للنزوح، نزوح المواطنين؟ هناك أيضا هناك في محافظة عمران يعني شكاوى عديدة من المواطنين، تذمر كبير من ممارسات الحوثيين، من محاولة اقتحامهم للمناطق، من تفجير المنازل، الأمر الذي أدى لنزوح البعض إلى العاصمة صنعاء، والبعض هنا يعيش بين نارين، مناطق النزاع أو مناطق الصراع المسلح تقع على مشارف المدينة تحيطها من مختلف الجهات، وبالتالي في القذائف تمر من على رؤوس المواطنين، تمر من الأحياء السكنية، الأمر الذي يرعب المواطنين، وهو ما جعلهم يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات حسنة من قبل الدولة لتأمين حياة الناس، خاصة وأن من يحاولون اقتحام المحافظة ليس لهم هدف، وبالتالي فهم يعرضون حياتهم للخطر. هناك أخي الكريم عائلات نزحت إلى عمران جراء الحرب التي كانت تدور في محافظة صعدة وتعيش وضع مأساوي، لكنه كان أكثر أمنا من صعدة، هم هنا في عمران. نعم. والآن بسبب هذه الاشتباكات وهذا الوضع الأمني الذي يهدد هؤلاء أصبحوا مطاردين، لا يعرفون إلى أين يتجهون، لأنهم هربوا من صعدة ولم يأمنوا حتى في عمران. شكرا جزيلا لك موفدنا إلى عمران الزميل فوزي المريسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمران، شكرا جزيلا لك. لقد معذرة شيعت اليوم أو شيعت اليوم جثامين وشهداء الدفاع عن منطقة سمين عيال سريع بعمران، وكان شهداء العقيدة المهندس حميد أو حميد السميني والشيخ يحيى السميني والأستاذ تيسير السميني قد قتلوا في معارك الدفاع عن عمران وصدهم لمحاولات ميليشيات الحوثي التوغل في مناطقهم بالقوة. وتشن ميليشيات الحوثي حربا على مواقع الجيش في محافظة عمران ضمن مخططها لتطويق العاصمة وإسقاط النظام الجمهوري، ويسطر أبطال القوات المسلحة في عمران صمودا أسطوريا أمام تلك العمليات الإجرامية التي ينفذها الحوثيون. والله هم شهداء، شهداء الوطن، شهداء الواجب الذي دافعوا عن بلادهم وعن وطنهم ضد هذا الشرذمة الخبيثة الحوثيين الذين أرادوا أن يحتلوا البلاد ولا يحترموا النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ، ويفجروا البيوت بمن فيها، ويفجروا دور القرآن، ويفجروا المساجد. يعني لا عندهم لا دين ولا أخلاق ولا عندهم قيم ولا عندهم أي شيء من المبادئ الإسلامية. اليوم زفت سمين كوكب من شهدائها إلى بارئها، فنسأل الله لهم المغفرة والقبول، وساروا في دفاعهم على أرضهم وأحياء أرضهم سمين وقبيلة عيال سريح، فهم شهداء الوطن. شهدت تعز مساء اليوم مسيرة حاشدة بالشموع، وذلك إحياء للذكرى الثالثة لمحرقة ساحة الحرية، وطلب المشاركون في المسيرة بسرعة فتح تحقيق قضائي في تلك المجزرة وكل الجرائم التي تعرض لها الثوار. هذا وكانت ساحة الحرية بتعز تعرضت في مثل هذه الليلة من العام 2011 لواحدة من أبشع جرائم النظام المخلوع بحق اليمنيين، حيث عمدت القوات الموالية للنظام على محاصرة الساحة وإحراق الخيام وإطلاق الرصاص الحي على الموجودين فيها. وتسببت تلك المجزرة في ارتفاع عشرات الشهداء ومئات الجرحى، حيث حولت الساحة إلى محرقة
التهمت أجساد الشباب العزل. وأقيمت بساحة الحرية بتعز ندوة لتخليد الذكرى الثالثة للمحرقة والتي تصادف ذكراها اليوم. وأكد المشاركون في الندوة على ما حصل في مثل هذا اليوم من العام 2011 على يد قوات المخلوع علي صالح، حيث أحرقت الساحة في جريمة نازية هزت الضمير الإنساني. وطالب المشاركون في الندوة بسرعة محاكمة المتورطين في اقتحام وحرق ساحة الحرية وتقديم كافة القتلة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم تقرير اللجنة الخاصة حول توسيع عضوية مجلس الشورى بناء على طلب مقدم من رئيس الجمهورية، ووفقا لوثيقة الحوار الوطني التي نصت على توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية. واقترحت اللجنة في تقريرها التوافق كأساس لاتخاذ القرارات في مجلس الشورى أو الحصول على نسبة 3/4 المجلس لاتخاذ القرارات كبديل عن التوافق. وقد أرجى مجلس النواب مناقشة هذا التقرير إلى جلسته القادمة. وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم بصنعاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على 7 اتفاقيات تمويلية جديدة بقيمة 27 مليون دولار. وتقضي الاتفاقية على تقديم صندوق دعم مبادرة السلام التابع للأمم المتحدة دعما تمويليا بقيمة 12 مليون دولار تكرس لتحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في المناطق التي شهدتها صراعات مسلحة ودعم العدالة الانتقالية في اليمن، كما تقضي بدعم قدرات المنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في المجتمعات المحلية المتضررة بقرابة 6 ملايين دولار. اختتمت مساء اليوم في العاصمة صنعاء عملية القيد والتسجيل الانتخابي الإلكتروني بالدائرة 10 والتي استمرت على مدى 20 يوما. وحسب اللجنة العليا للانتخابات فإن عدد المسجلين بمراكز الدوائر بمركز الدائرة وصل قرابة 18,000 ناخب وناخبة، وهو ما اعتبرته اللجنة عدد يلبي طموحاتها التي كانت تسعى للوصول إليه. هذا وكان قد دشنت اللجنة العليا للانتخابات في 10 مايو الحالي عملية القيد والتسجيل في الدائرة 10 المكونة من 5 مراكز ضمت 24 لجنة فرعية منها 10 لجان نسائية. بدأنا في تسجيل الناخبين في تاريخ 10/5 وكان الإقبال لا بأس فيه، يعني متوسط. بدأ الإقبال في هذه اليومتين أكثر زيادة زحمة، تقريبا عدد المسجلين إلى يوم أمس 3299 مسجل في المركز جيم فقط، يعني ذكور وإناث. بدأنا من يوم في 10/5 كان الإقبال ضعيف، بدأوا الناس من الحين بدأوا يتوافدوا ما شاء الله. طلع الإجمالي 420. أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بمحافظة أبين ندوة بعنوان ثقافة السلم الاجتماعي ونبذ التكفير. الندوة أقيمت برعاية من مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، وفيها تحدث الشيخ عادل بهادي حول مخاطر التكفير والإرهاب على المجتمع، وحثب هادي المشاركين في الندوة على توعية المجتمع بمخاطر التكفير. كما ألقت عضوة مؤتمر الحوار الوطني في لجنة الحقوق والحريات منى كليب كلمة عن ثقافة التسامح والسلم وأهميتها في بناء المجتمع. ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة عدن برئاسة المحافظ المهندس وحيد علي رشيد سبل تحسين خدمات المياه والكهرباء والنظافة والحد من البناء العشوائي بالمحافظة. وأكد المحافظ على ضرورة توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة لإبراز مدينة عدن بالمظهر اللائق بها. وكلف المحافظ فريقا فنيا بتقسيم مديرية الشيخ عثمان إلى 4 أقسام ووضع خارطة لتقسيم سكان المدينة المديرية ومناطقها
بما من شأنه حل مشكلة المياه في المديرية. دشنت في العاصمة صنعاء اليوم الحملة الوطنية لمكافحة مرضى السرطان، والتي تهدف على مدى شهرين إلى حشد الجهود الرسمية والشعبية لدعم مرضى السرطان ماديا ومعنويا. وقال رئيس المؤسسة الحاج عبد الواسع هايل سعيد إن الحملة الوطنية لهذا العام ستكون منطلقا لتجهيز مركز الأمل للأورام السرطانية بأمانة العاصمة، والذي سيفتتح خلال الأشهر القادمة. وأوضح الحاج عبد الواسع هايل سعيد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء أن المؤسسة قدمت خدماتها لأكثر من 13,000 مريض. احتفلت فئة أحفاد بلال أو ما يسمى بالمهمشين في تعز بالذكرى 24 للوحدة اليمنية الثاني والعشرين من مايو، حيث تم تنظيم مهرجان فني وكرنفالي كبير في المدينة السكنية للمهمشين وسط حضور جماهيري لافت. وكيل محافظة تعز الأستاذ أنس النهار الذي رعى المهرجان أكد أن هذا الاحتفال يمثل تجسيدا حقيقيا لمدى التفاف كل أبناء الوطن حول الوحدة الوطنية. اختتمت اليوم دورة المراسل التلفزيوني المحترف، والتي نظمتها مؤسسة حرية بالتعاون مع المدرب والإعلامي هاشم أهل برا، وبمشاركة 21 إعلاميا مثلوا معظم وسائل الإعلام المحلية. وسعت الدورة خلال أيامها الستة إلى توضيح استراتيجيات التواصل وأحدث آليات العمل التلفزيوني، وكذا التأصيل العلمي للأداء التلفزيوني الجاد والموضوعي. الهدف من تنظيم مؤسسة حرية لهذه الدورة كان إسهاما في تطوير العمل الإعلامي بشكل عام، وبالذات في مجال المراسلات الميدانية، لأنه لاحظنا أن الكثير من الزملاء المراسلين للقنوات التلفزيونية المحلية لا يعملون بطريقة احترافية، فحاولنا من خلال هذه الدورة أن نرتقي أو نرفع من المستوى الاحترافي لدى المراسلين التلفزيونيين في اليمن. هو تدريب يركز بالأساس على المهارات الأساسية بالنسبة للمراسل التلفزيوني، اللي هي تبدأ من تأصيل نظري لاستراتيجيات التواصل، ثم بعد ذلك ميكانيزمات الاشتغال في التلفزيون، اللي هي فهم أدق للصورة، لسيميولوجيا الصورة، فن الأداء، ميكانيزمات الإلقاء، استعمال الصوت، المونتاج، وكذلك قراءة النصوص التلفزيونية. على مدى أسبوع كامل تلقينا معارف ومفاهيم تتعلق بصياغة القصة الخبرية التلفزيونية، إضافة إلى أشياء أخرى تتعلق بالتقارير الإخبارية للمراسل التلفزيوني المحترف. استفدنا استفادة كبيرة، وشكرا لكل القائمين على هذه الدورة، وأتمنى أن يحظى زملاء غيرنا بمثل هذه الدورات التي ستخدمهم كثير في مجال عملهم. ومبادرة أنكولوجين اليوم بصنعاء مشروع السلطة الخامسة بحلقة نقاشية لعرض 3 تقارير رقابية لمسار العملية الانتقالية باليمن. وهدف المشروع السلطة الخامسة إلى تعزيز قدرات الشباب والناشطين والسعي إلى تمكينهم في مراقبة وتقييم مدى التزام الحكومة اليمنية بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. منذ الاتفاق السياسي في 2011 وتوقيع المبادرة الخليجية، تخلق الأطراف حتى التي كانت خجولة في القيام بعملية رقابة حقيقية أو محاسبة للسلطات التنفيذية والتشريعية أو السلطات الثلاث ضمن مجلس النواب والجهاز التنفيذي للحكومة. وهذا المشروع هو يحاول أن يقوم بهذا الدور الرقابي ضمن سياقات وأدوات بسيطة يمتلكها المجتمع المدني اليمني. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس هادي يشدد على سرعة إنجاز الدستور لاستكمال عملية التحول.
تعز تحيي الذكرى الثالثة لمحرقة ساحة الحرية ومطالب بمحاكمة القتلة. ثمانية عشر ألف مسجل في اختتام عملية القيد والتسجيل للناخبين في الدائرة العاشرة. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل دوت نت وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نهاية النشرة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.